هنا في هذا المكبس الهيدروليكي كما تشاهدون يتم إدخال هذه الصفائح المدورة والحديدية حتى يتم كبسها لتأخذ الشكل السفلي للإسطوانة الغازية كما ترون. لنرى معا كيف تتم العملية. بعد أن يتم إخراج هذا الشكل من الماكينة يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم وضعه على آلة الحفر هذه حتى تقوم بتوسيعة هذا العنق الخاص بهذه الإسطوانة. يقوم هنا العمال بصف هذه القطع بعد تجهيزها. الآن يمكنكم أن تشاهدوا كيف تدخل هذه القطع من الحديد إلى آلة اللحام حتى يتم لحام الرؤوس الخاصة بنظام تعبئة الغاز. فهذه الآلة للحام تقوم بإنزال اللحام ورش التراب في نفس الوقت حتى لا تتطاير أجزاء من هذه الإسطوانة. فيمكنكم أن تشاهدوا كيف يصبح شكلها بعد عملية اللحام. هنا وكما تشاهدون يتم لحام الرأس الخاص بالإمساك والذي يكون فوق الإسطوانة الحديدية. بعد ذلك يتم تركيب الجزء السفلي وهو القاعدة التي تكون أسفل إسطوانة الغاز. فيمكنكم أن تشاهدوا كيف بهذه الآلة يتم لحامها. الآن الإسطوانة جاهزة وسيتم لحامها مع بعضها البعض حتى تصبح إسطوانة كاملة بهذا الشكل، إذ أنه يتم وضعها على هذه الآلة والتي تقوم بإنزال خيط حديدي حتى يتم تذويبه للحام هذه الإسطوانة وإغلاق أي مسامات موجودة بداخلها. هنا تم تجهيز الإسطوانة كما ترون. يتم صف الإسطوانات بعد تجهيزهم بالكامل حتى يدخلوا إلى هذا الفرن الحراري والذي سيقوم برفع درجة حرارتها، وذلك حتى يتم التخلص من أي شوائب لتبدأ بعد ذلك عملية الدهان. هنا وكما ترون تخرج هذه الإسطوانات الغازية من الأفران كما تشاهدون بهذا اللون بعد أن تم رفع درجة حرارتهم. الآن يتم اختبار ضغط كل أنبوبة على حدة بوضع الهواء بداخلها لمعرفة السعة المناسبة لهذه الإسطوانات الغازية.
بعد الانتهاء من عملية الفحص تدخل هذه الاسطوانات الغازية حتى يتم دهانها باللون الأولي وإغلاق كافة الثقوب بداخلها بأن تعبر عبر هذه الآلة والتي تلفها بهذا الشكل البطيء حتى يتم توزيع كل اللون على جميع الجهات. بالطبع هذا ليس اللون الأصلي أو اللون الأولي، لأنه بعد ذلك ستمر الاسطوانات إلى عملية الدهان باللون الأبيض. لنرى معا. يمكنكم أن تشاهدوا الاسطوانات الغازية وكيف تمر لعملية الدهان، إذ أنه يتم رش الاسطوانات باللون الأبيض كما تشاهدون من جميع الجهات حتى تغطيها بالكامل، فكما ترون يتم دهانها باللون الخاص بالشركة المصنعة. هنا العامل في نهاية المطاف يقوم برش المناطق صعبة الوصول إليها. الآن تمر هذه الاسطوانات الغازية إلى عملية التعبئة والتي بها سيتم تركيب المفاتيح الغازية، وبعد ذلك تعبأ بالغاز الطبيعي حتى يتم اختبارها وهو الاختبار النهائي. لنشاهد معا. بالطبع الآن تمر هذه الاسطوانات بآخر مرحلة، وهي مرحلة فحص المفتاح الخاص بتعبئة الغاز، وهو المفتاح النحاسي الذي يكون بالأعلى، وهل هو يسرب أم لا. وبالطبع كل قطعة تنجح في هذا الاختبار يتم تمريرها إلى المخازن حتى تباع في الأسواق. نمر إلى طريقة رائعة واستثنائية في صناعة هذه الأنابيب الغازية، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم صناعة هذه الاسطوانة الغازية عن طريق الثني الحراري. فعند رفع درجة حرارة الحديد يمكن ثنيه كيفما يشاءون، وبواسطة هذه الآلة بالطبع يمكنكم أن تشاهدوا كيف يقوم بحنيها بهذا الشكل حتى تصبح كشكل اسطوانة من الأعلى كما تشاهدون. لنرى معا العملية وكيف تتم. يمكنكم أن تشاهدوا كيف تم إخفاء كامل الثقوب وكيف أصبحت هذه الاسطوانة الآن. وبنفس الطريقة ولكن ليس للاسطوانات، هنا عملية الثني بالنار، فكما ترون يتم تحمية هذه القطعة الحديدية وبعد ذلك يتم ثنيها بواسطة هذا المكبس الدوار والذي يعمل على ثنيها بهذا الشكل كما ترون. لنشاهد معا كيف سيتم ثنيها وتحويلها إلى قطعة مغلقة بالكامل. يمكنكم أن تشاهدوا كيف أصبح شكلها بعد أن تم ثنيها بهذا الشكل كما ترون. إنها آلات رائعة ومميزة للغاية،
وهكذا يتم تصنيع اسطوانات الغاز الخاصة بالبترول المسال الحديث. يمكنكم أن تشاهدوا مدى روعة هذا العمل وكيف تم.